السلام عليكم الحدقه ديالي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله لعشاق المملحات يبانوا عندي هنايا، فاليوم رجعت لكم تشكيله مملحات باربع نكهات مختلفه اللي كيجيو منسمين والمذاق كيجي حاضر بقوه وكيجيو رائعين ورائعه صراحه قليله في حقهم لانهم فعلا ساهلين بساط واقتصاديين، وان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم طريقه اللي مبسطه جدا. فاللي بغيتوا تعرفوا على المكونات ديالهم طريقه تحضيرهم خليكم معايا للاخير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فان شاء الله بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في العجين، عندي هنايا نصف كيلو او 500 غرام من الدقيق الابيض، من الاحسن الدقيق يكون نوعيه جيده او الدقيق اللي كيكون يعني خاص بالحلويات. وهنايا غادي ناخذ واحد كاس شاي او كاس متوسط باش غادي ناخذ القياس ديال السوائل. عندي هنايا نصف كاس من الزيت النباتي، غادي نحتاجو كذلك نصف كاس من الزبده او المارغرين تكون نوعيه جيده اللي كنذوبوها، من الاحسن تذوبوها حسن ما انكم تخليوها عاديه وتعجنوها مع الدقيق، يعني مذوبه كتسهل عليكم العمل احسن وكتعطي مذاق احسن اكيد. وهنايا غادي نحتاجو كاس من الماء، والماء في غالب الاحيان ما كنستعملوهش كامل، يعني في الاخير غادي نوريكم شحال استعملت من هذا الماء هذا باش نجمعوا العجين. وكذلك هنا عندي ثلاث مثلثات من الجبن، يمكن لكم تستعملوا مربعات الجبن كيري كذلك، المهم اللي عندكم راه تخدموا به ديك الساعه. وغادي نحتاجوا ملعقه صغيره من الملح اللي كيبقى حسب الذوق، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار، عندي كذلك هنايا ملعقه صغيره من بودره الثوم اللي يمكن لكم تعوضوها بفصوص الثوم، ولكن بودره الثوم كيجي المذاق ديالها احسن، يعني ما كيجيش مركز كثير في العجين. وعندي هنايا ملعقه صغيره من الخردل او الموطارد، وهادي كل المكونات، وندوزو نبداو العمل ديالنا ان شاء الله. المهم هنا ان شاء الله ناخذ الدقيق، غادي نضيفوا ليه بعد التوابل اللي عندنا هما الملح والابزار، عندنا بودره الثوم، حاولوا ندمجوهم واحد شويه هكا مع بعضياتهم صافي. وغادي ندوزو نضيفوا لهم هذيك الملعقه صغيره ديال الخردل، ونضيفوا الجبن، وغادي نحاولوا في هذه المرحله هذه نرملوهم واحد شويه مع بعضياتهم، عاد غادي ندوزو نبداو نضيفو في الزيت وفي الزبده صافي. دابا هنايا البنات كما شفتوا حاولت نرمل هاد المكونات شويه مع بعضياتها، دابا غادي ندوزو غادي نضيفو هذا الكاس نصف كاس عفوا ديال الزيت، ونضيفو معاه نصف كاس ديال الزبده المذابه، وغادي نحاولوا نخدموا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. المكونات مزيان مع بعضياتها نوريكم كيفاش كيولي القوام ديال العجين ديالنا، كيولي بحال هكا، يعني منين كتجمعيه في ما بين يدك كيتجمع كيولي بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو غادي نضيفو الماء شويه بشويه، ما غاديش نضيفو داك الكاس كله، نضيف شويه بشويه وانا كنجمع، اخيرا نوريكم شحال احتاجيت بالضبط ديال الماء. هنا البنات هانتوما بعد ما جمعت العجين ديالي، بالنسبه لكميه الماء هادشي اللي بقى ليا كما شفتوا بقات ليا تقريبا واحد جهد ملعقه ولا جوج معلقات اللي بقاو ليا، واكيد كميه الماء اللي كنجمعوا بها العجين كيبقى كذلك كيرجع لنوعيه الدقيق اللي كنستعملوا، لان كاين دقيق اللي كيتشرب بزاف كاين دقيق اللي لا. المهم دابا غادي نحاول نخدم هاد العجين واحد جوج دقائق هكا ما بين يدي، وعاد ديك الساعه ندوزو غادي نقسموه. حاولت ندلك العجين ديالي شويه، كما شفتوا خاصنا نحصلوا على عجين اللي كيكون لين متجانس وطري بحال هكا، ما خاصش العجين ديالنا تكون قاصحه. فدابا غادي ندوزو باش غادي نقسموه على حسب الاجزاء، مثلا حنايا غادي نديرو اربعه النكهات، فغادي نحاولوا نديرو اربعه الاجزاء اللي نحاولوا اننا نجيبوها تكون متساويه نوعا ما. دي بانت لي شويه صغيره نزيدوها شويه من هذا صافي. غادي نحاولوا نجمعوه، وغادي دائما العجين ديالنا ملي نكونوا خدامين به نحتفظوا به وسط شي كيس بلاستيكي باش يبقى لنا يحافظنا على ديك الطراوه ويبقى لين ما يقشحش لينا صافي. دابا هو العجين ديالنا جاهز، غادي نتركوه جانبا وغادي ندوزو نبداو نتعرفوا على النكهات اللي غادي نعملوا في كل كويره او كل شكل. فهنايا بالنسبه النكهه الاولى اللي غادي تكون واحد النكهه اللي زوينه خاصه لعشاق الزيتون، عندي هنايا غادي نحتاجو تقريبا واحد 3 ملاعق كبيره من الزيتون الاسود
اللي غادي ندوزو غادي نطحنوه مع واحد تقريبا، غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ونص ديال زيت الزيتون اللي كيضيف ليه واحد الطعم رائع، وبنفس الوقت باش يجينا على شكل عجين ما يجيناش قاصح بزاف. وغادي نسموه بشويه ديال الزعتر البلدي اللي تقريبا هنا غادي نضيف واحد نص ملعقه صغيره ديال الزعتر. اللي ما كانش كيعجبكم الزعتر يمكن لكم فقط تكتفيوا غير بالزيتون وزيت الزيتون، الزيتون وزيت الزيتون هي هذيك. صافي غادي ندوز ناخذ العصاره، غادي نضيف ليها الزيتون، نضيف هذاك الزعتر ديالي، نضيف ليها زيت الزيتون، وغادي ندوز نطحن الكل جيدا. هنايا هو الزيتون ديالنا صبح جاهز بنكهة الزعتر. كما شفتوا خاص يكون هذا هو القوام ديالو، كيكون على شكل عجين، يعني كنحاولوا نطحنوه مزيان. صافي دابا غادي ندوزو ناخذوا الجزء الاول او الكويره الاولى من العجين، فما كنحتاجوا لا رش ولا دقيق ولا حتى حاجه، لان هي فيها يعني كتكون طريه وكيكون فيها يعني الزيت والزبده، يعني ما كتحتاج كاع نرشوها وكتكون يعني كتطلق لينا بسهوله. المهم غادي نحاولوا نرقوها علاش ما قدرنا. نطلقوا العجين نحاولوا علاش ما قدينا نقادوه، يعني يجي نفس هنايا الطول نفس العرض، يعني ما يجيش بشي شكل ماشي هو هذاك، باش ما يضيعش لينا العجين بزاف من الجناب، لاننا ضروري ما كيخصنا نحيدوا هاد الجوانب هادو بحال هكا اللي كيكونوا غير زايدين باش جينا الدوره مقاده بحال دابا. هنايا كما شفتوا كنحيدوا هادو، وتقريبا هنايا راه مقاد لا هو ولا من الجناب. صافي غادي ندوزو ناخذوا دابا هذا الزيتون، غادي نحاولوا نطلقوه على الوجه. فهنا بعد ما حاولت نوزعو مزيان بشكل متساوي على سطح العجين كامل، دابا غادي ندوزو نبداو في عمليه اللف. دائما فاش كنبغيو نلفو كنبداو هكا كنبقاو غاديين بشكل طولي باش يجينا الدوره تجينا مقاده. صافي غادي نبقى نستمر هكا. صافي هنايا بعد ما جمعت الرولو كنحاول دائما نجي هنايا الجوانب نحاول نثبت مزيان الغلقه ديالو، وغادي نحاولوا اكيد مازال غادي نروليوه منين غادي ناخذوا البلاستيك الغذائي هو فين غادي نجمعوا، لانهم ضروري قبل ما كنقطعوا القريشلات ديالنا خاصنا ضروري ندخلوهم للمجمد باش يسهلوا علينا عمليه التقطاع ويكونوا شادين في راسهم اكثر. المهم غادي ندوز اللف هكا، منين غادي نلفوا غادي نحاولوا دائما نوزعوا هكا باش حتى مثلا هذيك الحشوه اللي كنديروا الوسط كتجي متساويه هكا مقاده، يعني كتوزع بشكل متساوي. صافي وغادي نغلقوه وغادي ندخلوه للمجمد، وحنايا في هاد الاثناء غادي ندوزو نتعرفوا على النكهه الثانيه. وهنا الحد قالت بالنسبه للنكهه الثانيه اللي صراحه حتى هي كتجي زوينه بزاف، غادي نحتاجوا لهنا واحد الملعقه كبيره مملوءه من الكيتشوب صلصه الكيتشوب، غادي نحتاجوا معاه هنا واحد ملعقه صغيره مملوءه كذلك من الصلصه الحاره او الهريسه. انا استعملت هنا الهريسه، الا كنتو ما كيعجبكمش الحار يمكن لكم تفاداوها او تعوضوها مثلا بحد ملعقه صغيره ديال مركز الطماطم. وغادي نحتاجوا معاه واحد الملعقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، فهادو هما ثلاث مكونات. وغادي ندوزو ناخدو واحد الزليفة هكا صغيرة باش غادي نحضرو فيها هاد الصلصة. كما شفتو مكوناتها بسيطة ولكن كتجي لذيذة بزاف، خاصة مع هاد الهريسة هادي كتضيف لها واحد الطعم رائع. صافي وغادي ندمجوهم مزيان مع بعضياتهم. هنايا غادي ناخذوا دابا الكويره الثانيه ونحاولوا غادي نطلقوها بنفس الطريقه، يعني دائما نحاولوا نطلقوها بالطول وبالعرض باش تجينا مقاده وما يضيعش لنا بزاف العجين. ما
مرة أخرى كما شفتوا حاولت نطلق العجين بشكل مقاد، قلنا هنايا غير واحد الطريف صغير اللي ما جاش مقاد، دائما هو اللي غادي نحيد، إما العجين ككل راه مقاد. غادي ناخذوا دابا الحشوة الحارة ديالنا، غادي نحاولوا نوزعوها بنفس الطريقة، يعني كنحاولوا نغطيو العجين كامل. الطريقة ديال الأول غادي ندوزو نبداو نعملو طريقة بنفس اللفات، جمعت هذا الرولو ديالي في البلاستيك الغذائي، دابا حتى هو غادي ندخلوه المجمد وغادي ندوزو نتعرفو على النكهة الثالثة. هنايا دابا بالنسبة للنكهة الثالثة فغادي تكون عبارة عن فقط الجبن، هنا يستعمل جبن موتزاريلا اللي كيكون مبشور، ولي صراحة القريشلات بالنكهة ديال الجبن كيجيو غزالين غزالين، يعني من بين يعني النكهات اللي كيعجبوني انا بزاف. صافي مرة اخرى غادي نعاودو نطلقو العجين ديالنا بنفس الطريقة، صافي وهو الرولو ديال الجبن صبح حتى هو جاهز. غادي نلفوه مره اخرى بلاستيك الغذائي وندخلو حتى هو المجمد، وغادي ندوزو دابا حنايا باش نتعرفوا على النكهه الرابعه والاخيره. هنايا بالنسبه للنكهه الرابعه فكنقترع عليكم غادي نعملوها بجوج مكونات اللي حتى هما كيجيو مميزين بهم القريشلات او المملحات. غادي نحتاج لهم هنايا واحد الملعقه صغيره مملوءه من المطرد او الخردل، وغادي نحتاجو معاهم واحد ملعقتان كبيرتان ديال المعدنوس المفروم، كما شفتو مفروم ناعما يعني كنحاولو نقطعوه رقيق. واكيد العجين ديالنا مره اخرى غادي ندوزو نطلقوه بنفس الطريقه. المهم دهنت الوجه ديالو كامل هكا بالمطرد، وصافي غادي ندوز ناخذ المعدنوس اللي عندي وغادي نحاول كذلك نرشو هكا فوق منه، ومره اخرى غادي ندوزو نعملوه على شكل رولو. هنا البنات دابا دزت خرجت هذوك لي رولو ديال المملحات من المجمد بعد ما خليتهم فيه لمده ساعتين، يعني تقدروا تخليوهم 3 ساعات 4 ساعات ماشي مشكل لان ما فيهم الخميره لا حتى حاجه. وليش كنديروا هذه الطريقه باش كيقصاحوا كما شفتوا كيتحجروا وكيسهلوا علينا التقطاع بسهوله، وكيخليونا نتحكموا حتى في الحجم ديال المملحات اللي بغيناه، واش غلاض رقاق، يعني ما كيكرفسوناش في التقطاع. دابا غادي نبدا ناخذ رولو برولو، ورولوات الاخرين كنرجعهم مجمد باش ما يطلقوش في الوقت انا اللي كنكون قطع فيه هذا. المهم دابا هنا اهم حاجه منين بغيو نقطعو دائما ناخذ واحد السكين اللي يكون حاد ويكون هكا يعني عادي ما يكونش فيه دوك الشنيتيفات ديالو. غادي نحيد هاد الجنيبات هادو انهم كيكونوش مقادين. صافي غادي نبدا ان شاء الله نقطع كما شفتو كيكونوا شادين في راسهم. المهم هذه ديال المعدنوس بالمطار، شوفوا كيفاش كتجي. انا السمك اللي درت قد هكا، نتوما اللي بغيتو تغلضوهم او ترقوهم راه كيبقى لكم كامل الاختيار. شوفوا كيفاش كيجيو تبارك الله كيجيو زوينين. صافي هنا كما شفتو كندوز كنستفهم كاملين هكا في صينيه ديال الفرن، والفرن ديالي رديته مسبقا يسخن باش دابا دزت خرجت رولو اخر هذا ديال الزيتون بالزعتر. غادي حتى هو نحيد ليه هاد الجنيب هكا، غادي ندوز نقطع فيه بنفس الطريقه وكما شفتو تبارك الله، يعني الطريقه اللي كتجي مقاده ملي كندخلوهم مجمد كيجيونا مقادين ما كيمحنوناش كاع في التقطاع. هاي الصينيه ديالي الاولى اصبحت جاهزه، دابا غادي ندوز ندخلها للفرن. الفرن اللي كنكونوا سخناه على درجه حراره 180، مده الطهي ما كتاخذش بزاف، غالبا كتاخذ واحد 8 على الاكثر 10 دقائق. وردوا ليهم البال لانهم صغيورين ورقيقين، يعني ردوا ليهم البال باش ما يتخطفوش لكم في الطياب. صافي غادي ندوز دابا انا خرجت الرولو الاخر، لا
الغزالات ديالي مرحبا بكم، وجدوا غير شي بلاصه يواجهوا. المملحات ديالي تبارك الله صبحوا جاهزين بعد ما خرجتهم في الران، تبارك الله راهما شاكرين راسهم، كيجيو غزالين غزالين، يعني النكهات بربعه بيهم، وحده منقدروا نخيروا على الاخرى، لا ديال الجبن ولا ديال الحارين ولا ديال الزيتون ولا ديال المعدنوس، كلهم تبارك الله كيجيو كيحمقوا. وضروري كما ذكرت نراقبهم من دخلهم من الفران، هذيك 10 دقائق ديالهم نوقفوا عليهم حتى ياخذوا حقهم في الطياب. انا شخصيا ما كيعجبنيش نحمرهم بزاف، المهم انا كنخليهم غير هكا، يعني غير كندهبهم، ولكن كتجي القرمشه حاضره والمذاق واللذه حاضره. فنتمنى ان شاء الله وصفتنا لهذه اليوم تكون عجباتكم، ما تنساوش دائما تشاركوا معايا تطبيقاتكم الوصفات، هي لانهم اكيد كيفرحني بزاف ملي كتصيفطوا لي صور ديال الوصفات اللي كتجربوا، سواء عبر صفحتي على الفيسبوك او الانستغرام، اللي غادي نحاول نخلي لكم جميع المعلومات ديالهم في صندوق الوصف باش تواصلوا معايا. وشكون فيكم اللي كيعجبوها بزاف هاد الفقاقس هادو المالحين؟ انا شخصيا كحمق عليهم مع شي برات اتاي بالنعناع، كحمق عليهم خاصه فشي جليسه هكا في العشيه. وكيعجبني صراحه حتى دوك الفقيقسات او القريشلات ديال الزنجلان والنافع، حتى هما كيعجبوني بزاف. راه سبق لي شاركتو معكم في القناه، حتى هما كيجيو زوينين وساهلين. غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، ونقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو بسلامه، والتقي ان شاء الله فيديوهات وشيوات قريبا.